السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دلوقتي مستعدين بقى نبدأ مع بعض المقدمة بتاعة مادة الأناتومي، خلاص، اللي هو علم التشريح. فالفيديو ده من الفيديوهات المهمة والأساسية اللي هنبدأ فيها نتعرف بقى عن مادة التشريح دي دايرة حوالين ايه، خلاص، ونعرف شوية ألفاظ تشريحية هنستخدمها بعدين في المادة دي، وحاجة مفيدة ومهمة جدا. ما يجركش انهم شوية الفاظ وشوية كلمات كده، ولكن الكلمات دي مهمة جدا، مهمة جدا لأي واحد عايز يبدأ يتعرف على مادة التشريح، خلاص، ويبقى فاهم المادة دي دايرة حوالين ايه، ويعرف شوية الفاظ هيستخدمها في التعامل، خلاص، في مادة الاناتومي او مادة التشريح دي. فأي واحد عايز يبقى جامد بقى في مادة الاناتومي ومادة التشريح يركز في الفيديو ده كويس جدا. ده كل اللي انا طالبه منك، انك ايه، شوية تركيز صغيرين خالص، وورقتين بس تكتب فيهم الحاجات اللي هنقولها. طيب، في النص الاولاني من المحاضرة هنشوف الاشكال المختلفة لمادة الاناتومي، خلاص، في اشكال مختلفة جدا لكلمة اناتومي بس كده، ماشي، في منها كذا شكل. وفي النص التاني هنعرف شوية الفاظ تشريحية هتساعدنا في المادة زي ما اتفقنا. طيب، نبدأ على بركة الله، ويلا ركز وصحصح معايا. ايه الاشكال بتاعت مادة الاناتومي؟ الشكل الاولاني ليها بنسميه الجروس اناتومي. طيب، يعني ايه جروس اناتومي يا دكتور؟ عايزك تكتب ما بين قوسين بالعربي خالص، ده تشريح الجثث. الجروس اناتومي هو دي وظيفة دكتور التشريح. دكتور التشريح بيعمل ايه؟ بيخش المشرحة، خلاص، يلاقي الجثة جوه، يجيب المشرط بتاعه، ركز بقى، يجيب المشرط، خلاص، ويقعد يقطع في الجثة ويشوف بعينيه الحاجات بقى اللي موجودة في الجثة دي، الاستراكشرز المختلفة اللي موجودة في الجثة دي. يبقى أنا قلت إيه؟ أنا قلت نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية، دكتور التشريح بدأ يقطع في الجثة، خلاص، وده المقصود أصلا بكلمة أناتومي. أناتومي أصلا يعني تشريح أو يعني تقطيع. كلمة تقطيع يعني ديس سيكشن، خلاص؟ فدي أول حاجة بيعملها دكتور التشريح، إن هو بيقطع. وتاني حاجة بيشوف، بيشوف إزاي دكاترة؟ بيشوف بعينيه، خلاص، بالعين العادية دي خالص، مش بيجيب مثلا مايكروسكوب يشوف بيه. يبقى دي الوظيفة بتاعة دكتور التشريح، وده النوع الأولاني من الأناتومي اللي هو اسمه الجروس أناتومي. تكتب لي جنبه بتاع الجثث، خلاص، وتفتكر كده جثث، جروس، جروس أناتومي، تمام؟ هنكتب فيه بقى كلمتين، ماشي؟ الكلمة الأولانية إن إحنا بنشوف إيه؟ بنشوف الحاجات بعينينا العادية خالص، قلت لك إيه؟ بيخش يشوف في المشرحة بعينيه، خلاص، بالنيكد آي، يعني العين المجردة. طيب، وتاني حاجة بيعملها إن هو بيبدأ يقطع الجثة، صح ولا لأ؟ عشان يشوفها بقى من جوه عاملة إزاي؟ فكلمة تقطيع يعني ديسكشن، خلاص؟ ديسكشن يعني تقطيع يا دكاترة، خلاص؟ واللي فوق دي نجد اي يعني عين مجردة، عينينا العادية، خلاص. احنا عارفين طبعا ان الترجمة بتبقى في البداية صعبة، ولكن في كل محاضرة هتطلع بشوية كلمات، خلاص، وقدام كمان شوية كده، كمان كم فيديو بإذن الله يكون عندك مخزون كويس جدا من الكلمات. يبقى الجروس اناتومي دي وظيفة دكتور التشريح. عارفين مين دكتور التشريح؟ يعني الحاجات اللي هم ايه بيعملوا فيها تشريح للجثه دلوقتي، دكاتره الطب الشرعي، اللي هو مثلا واحد مات وسبب الموت ايه؟ غامض بالنسبه للناس، فعايزين يكتشفوا سبب الوفاه. فيبدا ايه؟ يجي واحد بتاع الطب الشرعي يشرح الجثه دي، خلاص، ويشوف بقى بعينيه، يشوف بقى حاجه تدل على سبب الوفاه، زي مثلا يكون لون دمه ازرق فيقول ان الشخص ده مات مخنوق وهكذا، ماشي؟ يبقى ده مثال بسيط، وعايزك تاخد ملخص الموضوع، الجروس اناتومي يعني جثث، تمام كده؟ طيب، ماشي، وفي حاجتين بنشوف بعينينا العاديه وبنعمل ديسكشن اللي هو تقطيع. طيب، الشخص اللي جه يقطع الجثه دي قال لك بص انا ممكن اقسمها لك لسيستمز، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني اقول لك ان الشخص ده في جسمه في الجهاز التنفسي، وعنده كمان الجهاز الهضمي، وعنده الجهاز البولي، وعنده الجهاز العصبي. فقال لك انا هقسمها، يا اما اقسم الجثه دي لسيستمز فنسميه سيستميك، نسمي النوع الاولاني ده سيستميك، النوع الاولاني من الجروس اناتومي، يا اما يا باشا هقطعها لك قطع، خلاص. فالنوع الثاني ده اللي هو واخد مناطق وايه وقطع من الجسم بنسميه ريجيونال اناتومي، تمام كده؟
يبقى ده الراجل بتاع الجثث من الاخر، خلاص، اللي هو بيشرح الجثث، وده كده الشكل الاولاني اللي هو اسمه الجروس اناتومي. طيب الشكل الثاني بنسميه مايكروسكوبيك اناتومي. ده واحد بقى جاب الميكروسكوب قال لك انا عايز اشوف الحاجات اللي مش بتظهر بعيننا العاديه، تمام. طيب وده مؤخرا غيروا الاسم، خلاص، قالوا ان ده هنسميه بقى علم الهيستولوجي. دي ماده تانية ان شاء الله هناخدها مع بعض برضو، تمام. يبقى الميكروسكوبيك اناتومي انا مش بشوف بعناية العاديه، خلاص، دي حاجات دقيقه جدا يا دكتور، زي الخلايا بتاعه الجسم، خلاص، السيلز او الخلايا هشوفها ازاي بعناية؟ اكيد مش هشوفها، ماشي. يبقى هنا مفيش العين المجرده، مفيش النكد اي، امال في مين؟ في الميكروسكوب، خلاص. طيب وانا قلت لك ان دي خلاص اعتبروها الميكروسكوبيك اناتومي دي علم تاني اسمه علم الهيستولوجي، علم الهيستولوجي، خلاص، علم دراسه الخلايا والايه والحاجات الدقيقه في الجسم. طيب ماشي، يبقى دي اول شكلين بعينيك، خلاص، ومن غير عينيك. طيب اللي بالعين الجروس اناتومي بتاع الجثث. طيب ومن غير عينك يبقى انا محتاج الميكروسكوب، فالنوع التاني اسمه مايكروسكوبيك اناتومي. طيب النوع الثالث يا دكاتره بنسميه السيرفيس اناتومي. سيرفيس اناتومي، كلمه سيرفيس يعني سطح. طيب يعني ايه بقى المقصود بسيرفيس اناتومي؟ معناها انك بتعرف مكان الحاجات اللي جوه الجسم، مكان الاعضاء الداخليه من على السطح الخارجي للجسم. يعني ايه يا دكتور؟ عشان ايه نوصل الكلام اسهل، هنقول مثال دلوقتي لو واحد عايز يحس البلس، خلاص، حس الايه البلس، النبضات اللي بتبقى ماشيه في الايه في الشرايين بتاعتنا، الدم ماشي في الشرايين بيعمل ايه؟ بيعمل نبضات، طيب، اللي هو اسمه البلس. طيب فايه اللي بيحصل؟ بنيجي نعمل ايه عشان نحس البلس؟ بنيجي في المنطقه دي يا دكتور بالثلاث صوابع بتوعنا دول، خلاص، نقوم حاطينها ناحيه بره في منطقه الفور ارم. هنعرف ان المنطقه دي اسمها الفور ارم كمان شويه. طيب انا هاجي عند الفور ارم من تحت مكان الساعه كده بالظبط، وناحيه بره احط الثلاث صوابع دول. جربها كده هتحس نبضات ايه؟ نبضات الشريان هنا اللي هي جايه من القلب وتوصلت هنا فين؟ في الشريان. طب الفكره ايه؟ ان انا عرفت مكان الشريان اللي جوه الجسم. هو انا شايف الشريان؟ لا، ده جوه، عرفته من على السطح الخارجي، فده اسمه السيرفيس اناتومي، ان انا بحدد مكان حاجه جوه الجسم، حاجه داخليه من على السطح الخارجي للجسم، فعشان كده اسمها سيرفيس اناتومي. سيرفيس يعني سطح خارجي، خلاص. يبقى ده المثال، ان انا مثلا ايه بحس النبض، ماشي، ده مثال من السيرفيس اناتومي. طيب بتوع الجراحه كلهم بيعتمدوا على السيرفيس اناتومي، تمام. تلاقي الجراح دكتور كبير كده عنده مثلا 40 50 60 سنه، تمام، داخل العمليه ومعاه قلم ماركر، خلاص، قلم زي ده، او عارفين القلم اللي بتعملوا بيه هايلايتر للحاجات المهمه في المذاكره، فتلاقيه راجل كبير كده وجراح كبير ما شاء الله هيبه يعني، وماسك القلم ده داخل بيه العمليه، يعمل بيه ايه؟ هو داخل مثلا يعمل عملية في الزايدة، فلازم الأول بالقلم اللي في إيده يحدد مكان الزايدة اللي هو مذاكره وعارفه من على الجلد من بره، ويقوم جايب مشرطه يمشي على الخط اللي هو رسمه بالقلم. يبقى هو عمل إيه؟ حدد الأول السيرفيس أناتومي، خلاص؟ وده مثال إيه؟ مثال جميل جدا، يعني لو رسمنا نص الجسم السفلي، خلاص؟ النص السفلي من الجسم كده، ماشي، عندنا في النص هنا الامبليكس في منطقه البطن، سوره البطن الامبليكس، وفي عظمه صغيره كده هنعرف اسمها بعدين. فالجراح ده بقلمه يجي يعمل ايه؟ يوصل خط ما بين الحاجتين دول، ويقوم قاسم الخط ده لتلت، تلت ناحيه هنا كده وتلتين، قسمه لايه؟ تلت وتلتين، خلاص، عمل النقطه اللي في النص دي، النقطه دي عندها بالظبط هو مكان الزايده، فيقوم جايب مشرطه عند النقطة دي، افتح تلاقي ازاي ده جوه يا باشا. يبقى عرفتوا ان الاناتومي مهم جدا. ليه؟ ده انا قلت لكم في الانترو بالنسبة لي دي اهم مادة. ليه؟ انت ايا كان التخصص بتاعك انت هتحتاج لايه؟ لمعلومات من الاناتومي، ماشي يا دكاترة. يبقى ده السيرفيس اناتومي، وحاجة ممتعة جدا، ماشي، الجراحين كلهم بيعتمدوا عليه، انت بتعتمد عليه عشان تحس البلس، في شريان هنا بتحسه من بره الايه؟ الجسم. يبقى احنا لو كتبنا عليه كلمتين هنقول ان هو ايه؟ انا بحدد البوزيشن يا دكاتره، كلمه بوزيشن يعني مكان، كل حاجه هنكتب معناها، بحدد البوزيشن، خلاص؟ بتاع حاجه داخليه، خلاص؟ عضو داخلي، يعني ايه عضو داخلي؟ يعني internal organ، internal يعني داخلي، خلاص؟ وorgan يعني عضو،
خلاص، ان كان شريان بقى، زايده، قلب، اي ايه، اي عضو داخلي. طيب من على السطح الخارجي للجسم، وكلمه خارجي ليها اكسترنال عكس انترنال. من على الاكسترنال سيرفيس، من على السطح الخارجي. ماشي، الكلام سهل، المهم عندي انك تفهم. فهمت معنى سيرفيس اناتومي؟ فهمت ان الجراحين بيحتاجوه عشان يحددوا المكان اللي داخلين فيه؟ خلاص بقى قلم وكده يجي يحدد المكان اللي هيقطع عنده بالظبط، ما يجيش يشوه الجسم وعامل لك شقه قد كده في البطن عشان يطلع حته زايده كام ملي. ماشي، فتبقوا فاهمين يا دكاتره. يبقى ده السيرفيس اناتومي. كده خلصنا ثلاث اشكال. الشكل الرابع اسمه ابلايد اناتومي. كلمه ابلايد يعني تطبيقي. خلاص، يعني ايه بقى تطبيق الاناتومي في حياتنا، في حياتنا المهنيه وحياتنا العمليه؟ هنطبق الاناتومي ازاي؟ في حاجه مشهوره جدا في القلب. ماشي، انا مش مهم عندي انكم ايه تحفظوا الكلام ده، انا بفهمكم بس. ماشي، طيب حاجه مشهوره جدا ومرض مشهور جدا في القلب، ماشي، لما القلب يبقى وصله دم قليل، خلاص بالعربي كده بنسميه الذبحه الصدريه. فالشخص ده بتاع الذبحه الصدريه بيجي يشتكي من وجع في منطقه القلب هنا، خلاص، ورا العظمه اللي في النص دي اللي انتوا عارفين اسمها عظمه القص من الثانويه، وراها موجود القلب. فيجي يقول لك يا دكتور انا عندي وجع في المنطقه دي، والوجع ده ركز بيسمع في كتفي الشمال ودراعي الشمال. فيجي بقى بتاع الاناتومي نقول له احنا عايزين نعرف تفسير الكلام ده، قول لنا بقى انت عندك بقى الايه الكلام، انت اللي عارف اوصاف الجسم. فيقول لك والله تعالى وانا اقول لك، في عصب بيغذي القلب، بيغذي المنطقه بتاعه القلب دي، ونفس العصب بيمشي يروح يغذي منطقه الكتف الشمال والدراع الشمال. وطبعا الاعصاب هي اللي بتشيل الاحساس بالوجع اللي هو البين، البين اللي هو الالم او الوجع. فالعصب بقى واخد الوجع من هنا من القلب موديه لهنا، نفس العصب ماشي كده تمام، فيسمع في الكتف الايه الشمال. يبقى انا طبقت الاناتومي في حياتي ازاي؟ ان انا عرفت معلومه زي دي، اشمعنى وجع القلب بيسمع في الكتف الشمال. ماشي، وامثله تانية كتير، خلاص كلها بتعتمد على ايه، فكره الابلايد اناتومي. ماشي، يبقى ده الاناتومي التطبيقي، هطبق الاناتومي في حياتي ازاي واعيش بيه ازاي واستفاد وابقى دكتور شاطر ازاي من شويه الاناتومي البساط. ماشي، يبقى ده الابلايد اناتومي، يعني الاناتومي التطبيقي، مش هنكتب فيه حاجه، ده مجرد انك فهمت بس اللي انا قلته. طيب بعد كده في نوع اسمه الديفلوبمنتال اناتومي. ديفلوبمنتال يعني تطوير او تكوين. ماشي، احنا دلوقتي بنتعامل مع جسم الانسان تمام. طيب فاحنا عايزين نجيب قصه حياته من ايه، من مكان بقى لسه دوبك بيتكون، خلاص في بطن الام، من المشيج المذكر والمشيج المؤنث والاثنين اتجمعوا مع بعض يكونوا الزايجوت. الكلام ده كله بندرسه في حاجه اسمها الديفلوبمنتال اناتومي، هناخده مع بعض في الموديول الاولاني باذن الله. ماشي، فده علم من ايه، من علوم الاناتومي، اسمه الديفلوبمنتال اناتومي، او بنسميه بين قوسين الامبريولوجي. خلاص، يعني علم الأجنة. بدرس بقى الجنين في أسبوعه الأولاني وأسبوعه الثاني، خلاص، لحد ما يتولد. ده اسمه علم الإمبريولوجي، خلاص، اللي هو مراحل تطوير الجنين. طيب آخر حاجة بنسميها راديولوجيكال أناتومي. كلمة راديولوجي يعني أشعة، تسمعوا طبعا كان واحد إيه عنده مشكلة في أي مكان في الجسم يقول له روح اعمل أشعة، خلاص، أشعة على الصدر مثلا، أشعة على البطن، أشعة على الحوض. ماشي، فتسمعوا عن ايه؟ عن الأشعة. الراديولوجي ده نوع من الأناتومي، لأن أنا بتعرف على حاجة جوه الجسم، خلاص، من غير بقى ما أفتح وأجيب مشرط وأقعد إيه؟ وأقعد أفتح، لا، ده هي عبارة عن أشعة، تمام؟ بتعرفني شكل الجسم الداخلي من غير ما أفتح ومن غير ما أقطع وأعمل أي حاجة. يبقى دي بنسميها راديولوجيكال أناتومي، يعني الإيه؟ يعني الأشعة المستخدمة. ماشي، أشهر حاجة اللي هي الإيه؟ الإكس راي. الإكس راي اللي هي الأشعة السينية. لسه طالعين أنتوا من إيه؟ من الثانوي. خدتوا فكره عنها اعتقد في ماده الفيزياء. ماشي، فعامه راديولوجيكال اناتومي تعرف ان ايه ده نوع من الاناتومي، بيعتمد على ايه، بيعتمد على استخدام الاشعه زي اشعه الاكس راي. ماشي، طيب وفي كمان حاجه بنسميها المناظير، لو تسمعوا عنها، دي اخر حاجه بقى خالص. المناظير دي اللي هي فكرتها ايه، بيبقى عباره عن انبوبه، المنظار ده ما هو الا انبوبه، الانبوبه دي رابطينها وموصلينها بكاميرا. ماشي، وندخلها فين؟ في الجسم، خلاص، ندخلها من فوق او من تحت. طيب الفكره انها بتخش تشوف الجسم من جوه تمام، من غير برضو ما اشرح وافتح واعمل اي حاجه، نفس فكره الاشعه كده. ماشي، فده برضو بنسميه علم المناظير، اللي هو بنسميه اندوسكوبي. خلاص، اندو دي يعني داخلي، خلاص، وسكوبي يعني منظار تمام. فانا ممكن استخدم مناظير
تمام، اشهرها منظار مثلا للمعده، ماشي، لو تسمع واحد عنده قرحه في المعده، تمام، والمعده عنده ايه فيها نزيف، فيعمل منظار على المعده، فده نوع من الاناتومي. ليه؟ شفت حاجه من الجسم، تمام، اتعرفت على حاجه من الجسم. وماده الاناتومي ما هي الا تعرف على ايه، على تراكيب الجسم المختلفه. يبقى دي كده المقدمه بتاعتنا يا دكاتره، تمام، عرفنا فيها الاشكال المختلفه لماده الاناتومي، عرفنا الجروس اناتومي، وخد اختصار ليه كده تقول جروس جثث على طول، فانت تبقى فاهم تعيش القصه. بتاع التشريح ده بيعمل ايه؟ يخش على الجثه يقطعها ويشوف بعينيه، يوصفها، يطلع بره يقول لاصحابه ده انا شفت كذا وشفت الطحال هنا والمعده هنا وهكذا. طيب المايكروسكوبيك ده بتاع الهيستولوجي مالناش دعوه بيه قوي، بتاع المايكروسكوب السيرفيس من على السطح الخارجي بتاع الجراحين وبتاع مثلا البالس اللي بنحسه. طيب الابلايد تطبيق الاناتومي في حياتنا زي ما قلنا من شويه بقى، وجع القلب والذبحه الصدريه. الديفلوبمنتال اللي هو علم الامبريولوجي هناخده مع بعض باذن الله. واخر حاجه الاشعه والمناظير اللي هي الراديولوجي اند اندوسكوبي. طيب دلوقتي بقى جه الوقت ان احنا ناخد شويه الفاظ تشريحيه، خلاص تساعدنا في ايه؟ في ماده الاناتومي. طيب فعندنا حاجه اسمها اناتوميكال تيرمز، يعني الالفاظ التشريحيه. طيب من الالفاظ دي ايه؟ الاول بس عندنا في الشكل اللي قدامنا ده كده، خلاص قاطعين منطقه الهيد راس والنك اللي هي الرقبه. طيب وطبعا عارفين عندنا الاي والنوز والماوس والجو، الجو ده اللي هو الفك، تمام، وفوق الاي بيبقى فيه الاي براو اللي هو الحاجب. طيب ماشي، يبقى المصطلحات بتاعتك يا دكتور. طيب هقول لك يا سيدي، اول حاجه اسمها سوبيريور، سوبيريور، انفيريور، انفيريور، انتيريور، انتيريور، بوستيريور، بوستيريور، و superficial، superficial and deep. ماشي، طيب اول اتنين كلمة superior يعني فوق و inferior يعني تحت. طيب عايزين نطبق الكلمات البسيطة دي دلوقتي. هقول لك الاي بتبقى superior للنوز يعني فوق، الاي فوق النوز، يبقى كلمة superior معناها فوق، خلاص، وتفتكرها كده فوق ايه اللي هو ايه السقف اللي هو فوق، فتفتكر superior سقف. ماشي يا دكاترة، الحاجات دي مهمة جدا. طيب inferior يعني تحت، النوز inferior to the eye تحت الاي، والاي superior to the nose. طيب خد بالك بقى، خد بالك ايه حاجة مهمة جدا، مفيش حاجة بتفضل superior طول الوقت ولا حاجة بتفضل inferior طول الوقت. يعني ايه؟ عبارة عن relations، يعني علاقة الحاجات ببعضيها. ازاي؟ يعني مثلا هنا النوز هي inferior للاي تحت الاي، طيب ما هي يا دكتور فوق الماوس يعني superior للماوس، خلاص، فانا قلت على النوز ايه لفظين دلوقتي، انها inferior للاي وsuperior للماوس، فهي علاقة الحاجات ببعضها مش حاجة ثابتة عن الايه عن الجزء ده. ماشي، يبقى superior فوق، inferior تحت. طيب تاني حاجتين، anterior امام، خلاص، anterior حاجة ناحية قدام امام، خلاص، يبقى anterior امام. طيب وبوستيريور خلف ناحيه ورا، بوستيريور ناحيه ورا، ونفتكرها من كلمه ايه؟ وكلمه ورا وكلمه ظهر يعني باك، ماشي، فهي باك بوستيريور، خلاص، باك بوستيريور. طيب تعال نطبقها، يلا هنقول هنا ايه؟ الاير، خلاص، از بوستيريور تو ذا اي، الاير ورا الاي، خلاص، يبقى بوستيريور، تمام. طيب والاي، ها، انتيريور تو ذا اير، الاي انتيريور يعني ناحيه قدام بالنسبه للاير، تمام، يبقى دي تطبيق الايه الكلام البسيط جدا، يبقى انتيريور امام، بوستيريور خلف من كلمه باك اللي هو ناحيه الظهر او ناحيه ورا، تمام كده. يبقى دي اول اربع مصطلحات. طيب تعالوا نكمل وهنعيد تاني. تاني اتنين سوبرفيشيال يعني سطحي، سوبرفيشيال سطحي، وديب عميق، خلاص، واحد عميق كده بنقول عليه ديب، ديب عميق. طيب الحاجتين دول بنستخدمهم في الحاجات اللي ليها طبقات، خلاص، طبقات فوق بعضيها. يعني مثلا عندنا الجلد، الجلد ده تحتيه شويه فات، شويه دهون، وتحت شويه الدهون دول في العضله، خلاص، وتحت العضله في العظم. طيب فنقول ان السكن، الجلد، السكن سوبرفيشال يعني سطحي. طيب والعضله اللي ناحيه تحت ديب يعني عميقه. فانا بستخدمها في التعبير عن الحاجات اللي فيها طبقات،
ماشي، اي حاجه بقى في الجسم فيها طبقات نستخدم فيها الكلمتين دول. سوبرفيشال يعني سطحي، الجلد از سوبرفيشال يعني ايه؟ يعني سطحي. طب والعضله ديب، بالنسبه للجلد هي لحد جوه اعمق فتبقى ديب. ماشي، يبقى الحاجتين دول بنستخدمهم في الطبقات. ماشي كده دكاتره؟ طيب تعالوا نعيدهم تاني اخر مره. احنا قلنا سوبيريور وانفيريور، دول اول اتنين فوق وتحت، فوق سوبيريور تحت انفيريور. تمام، طيب ماشي. زي مثلا هنا الاي براو بالنسبه للاي سوبيريور فوقيها، طب والاي بالنسبه للاي براو انفيريور. طيب ماشي، بعد كده انتيريور امام، انتيريور امام، وبوستيريور ناحيه الباك يعني ايه خلف او ناحيه ورا، يبقى انتيريور اند بوستيريور. طيب نطبقها هنا، الاير از ايه؟ بوستيريور تو ذا اي او بوستيريور تو ذا نوز. طيب والنوز انتيريور، انتيريور تو ذا اير يعني ناحيه قدام بالنسبه للاير. ماشي، نفس ايه نفس الفكره ونطبقها. سوبرفيشال اند ديب، السكين الجلد بتاعنا ده سوبرفيشال يعني سطحي يا دكتور. طب والعضله او العظمه البون يعني عظمه، العظمه بقى اللي جوه فدي تبقى ديب، ديب يعني عميقه. تمام كده، يبقى ده شويه المصطلحات الايه اللي في الاول كده، خلاص الست حاجات دول. ماشي، طيب في الرسمه الثانيه بقى عندنا الاستاذ ده، ماشي عايزين نعرف اجزاء، وده هيبقى معانا هيكمل معانا في الشرح بعد كده. خلاص الرسمه دي الاستاذ ده، فندي له اسم يعني عشان بعد كده نفتكره لما نكتبه تاني، نقول له مثلا استاذ حماده. طيب فاستاذ حماده ده عايزين دلوقتي نعرف الاجزاء بتاعته، اجزاء الجسم المختلفه بتاعت استاذ حماده وبتاعت جسمنا. طيب فالطرف العلوي منه، الطرف العلوي مكون من ثلاث اجزاء. الجزء ده اسمه الارم، اول جزء اسمه الارم، ده الارم. طيب اللي بعديه اسمه الفور ارم، يبقى الارم الفور ارم. طيب وجزء الايد ده اسمه الهاند، جزء الايد اسمه الهاند، يبقى ارم فور ارم اند هاند. طيب الطرف السفلي منه مكون من ثلاث اجزاء برضو. طيب الجزء الاولاني ده اسمه الساي، الساي ده ايه؟ اول جزء هنا، ماشي جزء الساي. تمام، طيب بعديه الجزء ده اسمه الليج، الليج لو بعد الساي لو جزء الايه الساق. طيب واخر حته اخر جزء تحت اسمه الفوت. ماشي، كلام سهل وبسيط. يبقى الطرف العلوي ثلاث اجزاء، الطرف السفلي ثلاث اجزاء. طيب انا بقى كدكتور تشريح، ماشي ماشي لك ليل نهار بالسكينه، خلاص بتاع تشريح بقى ما يهمنيش حد، فهاجي او مقطع ايه راس الشخص ده كده، واقطع الطرفين بتوعه كده، خلاص الطرفين العلويين واقطع الطرفين السفليين، هيتبقى في ايه؟ هتبقى في الصندوق اللي في النص ده بس، خلاص الصندوق الحته اللي في النص دي المربعه دي. طيب الحته دي اللي في النص دي اسمها ايه؟ اسمها الترانك، اسمها الايه؟ الترانك يعني جزء الجسم، خلاص ده اللي اتبقى لو شلنا الاطراف وشلنا الهيد والنك، هتبقى الصندوق ده اسمه الترانك. طيب ماشي، نكتب حته الترانك، ترانك. طيب يا دكاتره الترانك مكون من ثلاث اجزاء، الترانك اللي هو الجزء الصندوق اللي في النص ده مكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني ناحيه فوق اسمه الايه؟ السوركس اللي هو الصدر، خلاص او الشيست. ماشي، يبقى اول حاجه السوركس اللي هو الصدر. طيب بعد كده بطننا، البطن اسمها الابدومين، ماشي، وتحتيها الحوض اللي هو البلفس. يبقى استاذ حماده ده كل حاجه فيه ثلاث، الطرف العلوي اجزاؤه ثلاث، الطرف السفلي اجزاؤه ثلاث، الترانك اجزاؤه ثلاثه. طيب اجزاء الترانك تاني السوركس ثم الابدومين ثم الايه؟ البلفس. طيب عايزين بقى ناخد كام مصطلح تاني كده. المصطلح الاولاني اسمه بروكسيمال، بروكسيمال خلاص، والتاني اسمه ديستال. ماشي، بروكسيمال اند ديستال. طيب معناهم ايه؟ معناهم ايه يا دكاتره؟ طيب كلمه بروكسيمال يعني قريب، ماشي قريب، وديستال يعني بعيد. ماشي، ونفتكر قريب بروكسيمال وبعيد ديستال. ماشي، يبقى قريب بروكسيمال وبعيد ديستال. تمام ماشي، عشان نحفظ. طيب ما قلتلناش يا دكتور النقطه المهمه ايه بقى؟ هما قريبين او بعاد من مين اصلا؟ فدي النقطة المهمة فعلا، عندك حق، تعالى اقولها لك. قريبين او بعاد عن الترانك، لو حاجة قريبة من الترانك
نقول عليها بروكسيمال، لو حاجة بعيدة عن الترانك نقول عليها ديستال. تعال نطبق على أستاذ حمادة. طيب الارم ايه رأيك؟ قريب من الترانك؟ اه، فنسميه بروكسيمال، نوصفه نقول عليه ان الارم از بروكسيمال. طيب ايه رأيك في الفور ارم؟ بعد شوية صح؟ عن الترانك، بعد عن الترانك، فنقول عليه ايه؟ ديستال. يبقى الفور ارم از ديستال. طب الهاند ده بعدت خالص عن الترانك فتبقى ديستال برضو. ماشي، يبقى قريب او بعيد، ودي نقطة مهمة جدا، قريب او بعيد من ايه؟ من الترانك. يبقى الارم بروكسيمال عشان قريب من الترانك، الفور ارم ديستال عشان بعيد عن الترانك، والهاند ديستال عشان بعيد عن الترانك. ولكن النقطة المهمة اللي لسه قايلها من شوية وهقولها تاني، انها مش حاجة ثابتة ولكن هي علاقة الاشياء ببعضها. يعني ايه؟ يعني الفور ارم ده بالنسبة للارم مين الاقرب؟ الارم اقرب، خلاص، فده بروكسيمال وده ديستال. طيب بص بقى، دي الفور ارم بالنسبة للهاند مين الاقرب؟ الفور ارم اقرب للترانك فنقول عليه بروكسيمال. يبقى هو بروكسيمال اه بالنسبه لو ايه؟ بالنسبه لو خدته كمقارنه مع الهاند، يبقى هنا الفور ارم اقرب من الهاند فيبقى بروكسيمال، والهاند تبقى ديستال. ماشي تمام كده، يبقى بروكسيمال او ديستال قريب وبعيد من ايه؟ من الترانك. وما تنسوش، طيب في كلمتين تانيين اسمهم ميديال اند لاترال. ميديال ولاترال هنعرف معناهم دلوقتي، ولكن الاول في استاذ حماده ده لو جينا خدنا خط وهمي كده ماشي في نص الجسم بالظبط، يعني خط نازل قاسم الجسم لنصين بالظبط، نصين قد بعض ماشي، فالخط الوهمي ده بنقول عليه الميد لاين، خلاص، يعني خط المنتصف. ميد يعني منتصف، ولاين يعني خط، تمام، خط الميد لاين اللي هو خط المنتصف. ماشي، دلوقتي ميديال ولاترال دي بناء على ايه؟ هقول لك، لو في حاجة قريبة من الميد لاين من خط المنتصف ده، يعني لو حطيت نقطة هنا مثلا كده ونقطة بعديها كده، طيب النقطة اللي هي قريبة للميد لاين دي بنسميها ميديال. ليه؟ قربت لجوه، قربت للميد لاين. طب واللي ناحية بره اللي هي بعيدة عن الميد لاين عن خط المنتصف نسميها لاترال. يعني ناحية بره أو بعيدة عن خط المنتصف اللي بيقسم الجسم لنصين قد بعض. يبقى ايه؟ نركز، كلمة ميديال ممكن نسميها بالعربي ايه؟ ناحية جوه، خلاص، ناحية جوه وانت داخل ايه؟ لجوه الجسم كده بتقرب من خط المنتصف بتاع الجسم. ماشي، يبقى دي اسمها ميديال. ليه؟ عشان قريبة من الميد لاين يا دكتور، خلاص. طيب دي اسمها لاترال. ليه؟ عشان بعيدة، خلاص، او ناحية بره بعيدة عن الميد لاين يا دكتور. ماشي، يبقى لاترال دي ناحية بره. طيب يبقى ما ننساش ان في بروكسيمال اند ديستال قريب وبعيد من ايه؟ من الترانك، من الترانك، من جذع الجسم. طب وميديال ولاترال ممكن نمشيها قريب وبعيد برضه، بس من ايه؟ من الميد لاين، من خط المنتصف بتاع الجسم. ماشي، الميد لاين خط المنتصف، ميديال حتى شبهه اهي، ميد لاين ميديال تبقى ايه؟ حبيبته، جنبه. طيب اللاترال بعدت عنه خالص، مفيش شبه ما بينهم يا دكاتره. ماشي، يبقى لغايه دلوقتي شويه المصطلحات الايه الخفيفه اللي هي الاناتوميكال تيرمز اللي هتساعدنا في الماده بتاعتنا دي. ماشي، انا شايف المحاضره كده ايه كده كويس لغايه دلوقتي. ماشي، المحاضره اللي جايه بقى نكمل بقى شويه ايه حاجات تانية بسيطه كده برضو من الاساسيات والحاجات المهمه جدا، فنستناها ان شاء الله. ولكن قبل ما تقفل الفيديو ده طالب منك بقى شويه حاجات. طالب منك ايه؟ ان السبوره دي بالنسبه لك تبقى ايه؟ يعني زي ما بيقولوا كده رقم واحد. ماشي؟ يعني تكتب السبوره ورايا، دي اهم حاجه. ماشي؟ هتجنيك عن حاجات كتيره جدا. وعايز اقول نقطه مهمه من النقطه الاولانيه يعني ليها علاقه بيها، ان كتب القسم عندنا في الكليه بتبقى معموله كمرجع. يعني ايه معموله كمرجع؟ يعني الدكاتره بياخدوا منها حاجات ومواضيع، ممكن يسيبوا حاجات ومواضيع تانية ما ايه ما تاخدهاش، ما تتشرحش اصلا وما تبقاش عليك. فانت ما تاخدش كتاب القسم من اوله لاخره كده، لا، ده انت تمشي الموضوع اللي هتشرح موضوع بموضوعه. ماشي، الكتاب مش من اوله لاخره عليك، في مواضيع اصلا كامله كده مش عليكم، فنبقى مركزين. طيب عشان بقى نريح دماغنا، انت لو التزمت بالسبوره هتعرف ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك. فحرفيا السبوره في ورقتين بساط عندك كده في كشكول، تعمله كشكول الاناتومي، خلاص، كشكول التشريح،
ماشي، وشوفوه في البيت بقى عندك ايه، يقولوا ما شاء الله ابننا بقى دكتور بقى وبيشرح بني ادمين، ماشي، وشغال ايه في التشريح سفاح بقى زي سفاح الجيزه كده. فتعمل كشكول للتشريح، خلاص تكتب السبوره اللي احنا قلناها دي وهي منظمه بشكل ايه، بشكل بسيط. ويا لو رسمت الرسومات اللي انا بعملها دي، يبقى انت بص معلم وعملت كل اللي عليك، تمام. وتقعد تمسك الكلمات دي، تجيب صاحبك اللي معاك في السكن او لو كنت في البيت تجيب اختك ولا ايه ولا اخوك، تقول لهم تعالى اسمع لكم شويه كلمات كده، خلاص، وتسمع لهم الكلمات دي لحد ايه، لحد ما تحفظها، خلاص. ده كل المطلوب منكم يا دكاتره، ماشي. استنوا المحاضره اللي جايه باذن الله، حاجه مهمه جدا برضو، هنكمل سلسله بقى المقدمه بتاعه ايه، بتاعه علم التشريح او ماده الاناتومي، تمام. في رعايه الله، سلام.